حذرت هيئات ومرجعيات إسلامية بمدينة القدس من دعوة ما يسمى بجماعات الهيكل الإسرائيلية المتطرفة لتوسيع باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك لتمكينهم من اقتحام المسجد بأعداد أكبر. جاء ذلك في بيان مشترك لدائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وكذلك الهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية وديوان قاضي القضاة في القدس. وحذر البيان من الدعوات التحريضية المستمرة بالغة الخطورة الصادرة على المواقع التابعة لما تسمى جماعات الهيكل المزعوم، وألقى البيان بالضوء على دعوات نشرتها تلك الجماعات مؤخرا للمطالبة بتوسيع باب المغاربة المصادرة مفاتيحه من قبل حكومة الاحتلال منذ عام 1967، وذلك بهدف تمكين المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد أكبر. وقبل الخوض في النقاش في هذا الموضوع نتابع معا هذا التقرير للزميل عبد العزيز بن عمر. في القدس تحذيرات جادة من هيئات إسلامية من مخططات تستهدف المسجد الأقصى، وجماعات يهودية متطرفة تخطط لاقتحامات كبرى لمحيط المسجد، مشهد متوتر وترقب متصاعد. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية وديوان قاضي القضاة في القدس وغيرها من الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية حذرت وبلهجة شديدة في بيان مشترك مما أسمته مخططات جماعة الهيكل اليهودية المتطرفة لتوسيع باب المغاربة، توسيع يريد منه أنصار وأتباع هذه الجماعات توفير أفضل الفرص لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد أكبر من المعتاد. وكانت جماعات الهيكل قد كشفت الأربعاء أنها ناقشت مع مسؤولين إسرائيليين إزالة التلة الترابية والجسر الخشبي الذي يصل من ساحة البراق إلى باب المغاربة، وفي المقابل بناء جسر ثابت يحمل عبارات توراتية على أن يكون واسعا لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى. وتزامن الكشف عن ذلك المخطط مع نشر تلك الجماعات دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى في 9 أغسطس المقبل في ذكرى ما تزعم أنه خراب الهيكل. وحذرت الهيئات الإسلامية بالقدس في بيانها من خطورة تصاعد وتنامي هذه الدعوات التحريضية والمخططات التهويدية الاستفزازية ضد المسجد الأقصى المبارك، وقالت إن تلك الدعوات أصبحت تتبع باقتحامات واسعة وتصرفات استفزازية من قبل هؤلاء المتطرفين وسط دعم وإسناد من الجهات الحكومية الإسرائيلية الرسمية. وبين المخططات اليهودية المستهدفة للأقصى والسعي الحثيث للمؤسسات والهيئات الإسلامية في القدس من أجل الوقوف في وجهها، تبقى الهبة الشعبية والتفاف أهالي القدس حول الأقصى المحدد الأساسي لتنفيذ تلك المشاريع من عدمه على أرض الواقع. أهلا بكم، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عدنان أبو عامر الباحث المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، وعبر سكايب سينضم إلينا السيد زياد إبحيص الكاتب المتخصص بشؤون القدس. أبدأ معك سيد عدنان، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني ما الذي يجعل الدعوة لتوسيع باب المغاربة من قبل مجموعات الهيكل يعني مدعاة لتحذير الهيئات الإسلامية في القدس وفي فلسطين عموما، وكذلك تهديدات وتحذيرات الفصائل الفلسطينية؟ هل هناك خصوصية لهذا الموضوع؟ هل هناك خشية حقيقية من عمل حقيقي وتهديد حقيقي لباب المغاربة؟ سعد الله مساءك أستاذ زاهر وأستاذ زياد وأستاذ المشاهدين. من الواضح أن موضوع توسيع باب المغاربة قد يعتبر إلى حد ما هو قمة جبل الجليد في هذا الصراع الدائر من قبل أو العدوان الدائر قبل الإسرائيليين على المسجد الأقصى المبارك. يعتقد الإسرائيليون عموما وجماعات الهيكل والمتطرفين والأحزاب السياسية الإسرائيلية أن هذه قد تكون فرصة مواتية. نحن في ظل حملة انتخابية حمية الوطيس، وهناك أمامنا قرابة 3 أشهر تقريبا الانتخابات، يراد منها أن يتم سباق الزمن في محاولة فرض حقائق على أرض الواقع في المسجد الأقصى بشكل عام، باب المغاربة خصوصا يراد من خلاله إفساح المجال من خلال توسيعه لأعداد كبيرة من المستوطنين بالاقتحامات الدائرة بأعداد أكبر
على صعيد الأعداد الإحصائية، والأهم من ذلك أن يتم من خلال توسيع هذا الباب افساح المجال لدخول مركبات الاحتلال إلى هذا المكان لمحاولة فض المتظاهرين أو المحتجين أو المرابطين الفلسطينيين واعتقالهم. واضح أن هذا التوجه الإسرائيلي الجديد هو ليس الأول ولا الأخير في سلسلة مطالب إسرائيلية خاصة بمسجد الأقصى من جهة، اثنين أن هناك كما يبدو تغذية راجعة من قبل الإسرائيليين، الشرطة، جماعات الهيكل، المستوى الأمني والسياسي، للاستفادة من هبات فلسطينية سابقة للدفاع عن مسجد الأقصى، باب الأسباط، باب الرحمة، هبة القدس الأخيرة في 2021، لمحاولة الحيلولة دون نجاح الفلسطينيين خاصة المرابطين في القدس من عدم إفساح المجال للمتطرفين لفرض الحقائق سواء الاقتحامات أو وضع اليد على أرض المسجد الأقصى لفرض وقائع سياسية ودينية. طيب دكتور، يعني توسيع باب المغاربة لا أظنه يعني المخطط الوحيد الذي تسعى إليه هذه المجموعات المتطرفة. السؤال هو ما هي أبرز ما تقوم به هذه المجموعات والذي يخشى فعلا استغلال الظرف السياسي الجديد في دولة الاحتلال لتنفيذه؟ شوف، الجماعات الهيكل لا تخفي خططاتها البعيدة المدى الخاصة بالمسجد الأقصى، على رأسها في نهاية المطاف إسقاط الأقصى وإقامة الهيكل بدلا منه، هذا من الأخير. إلى حين وصول هذا الهدف بعيد المدى عند الإسرائيليين، هناك لابد أن يقضوا عدة مراحل ميدانية وزمنية في محاولة مواكبة وضع السياسي القائم في دولة الاحتلال، وضع الفلسطيني الداخلي، المنطقة العربية، المجتمع الدولي، وقبل كل ذلك وبعده قدرة هذه الجماعات على استقطاب قوى سياسية إسرائيلية في داخل الكنيسة والحكومة لاحقا لمحاولة إسنادها وإعطائها المشروعية السياسية. تذكر معي أستاذ في مرات سابقة كان هناك نوع من التباين بين المستوى السياسي والأمن الإسرائيلي في مسألة إعطاء الغطاء أو المشروعية لهذه الجماعات. في مرحلة القادمة قد لا تكون بعيدة، قد نجد بعض قادة جماعات الهيكل أعضاء في الكنيسة الإسرائيلي بل وفي الحكومة الإسرائيلية. لذلك مثلا إيتمار بن جفير، بثائل سموتريتش، هؤلاء من أحزاب الصهيونية الدينية يدعون علانية لإسقاط المسجد الأقصى وهدمه وإقامة الهيكل بدلا منه. ولذلك المسألة بدأت تأخذ بعدا سياسيا مقرن به في داخل دولة الاحتلال، وليس فقط جماعات يعني متناثرة أو بعيدة عن صنع القرار، وليس أيضا الجماعات التي تدعو إلى التقسيم الزماني والمكاني، يعني هذا أكثر تطرفا. أكثر من ذلك، هم يرون أن الأقصى لهم أو مسجد الأقصى لهم على حساب موضوع الهيكل المزعوم، ولذلك مسألة التقاسم قد تكون يعني حلا قديما أو يترحم عليه بين قوسين إذا كان هناك هدف أبزع من ذلك يتعلق بإزالة الأقصى كليا وإقامة الهيكل المزعوم. اسمح لي أشك معنا السيد زياد من عمان. سيد زياد بحيص، يعني برأيكم هل ستتجه سلطات الاحتلال إلى تنفيذ مثل هذه المطالب لهذه المجموعات المتطرفة؟ يعني هذا أصلاً هو أحد سياسات حكومة الاحتلال الثابتة، وليس فقط هو مطلب جماعات الهيكل المتطرفة. هنا لابد من العودة للخلفية التاريخية لقضية تلة المغاربة. تلة المغاربة هي ليست تلة طبيعية، تلة المغاربة تلة مبنية، هي عبارة عن مجموعة من الأقواس التي رفعت عليها هذه الأرضية. كان يقع إلى جنوبها حارة المغاربة، الذي أزال حارة المغاربة من الوجود هي الجرافات الإسرائيلية. كان يقع إلى شمالها القنقاء الفخرية، والذي أزالها في عام 1969 من الوجود هو أيضا الجرافات الإسرائيلية، وهذا ترك التلة منفردة لتصبح معروفة بتلة المغاربة بما تراكم عليها من ردم، لكن هي في حقيقة الأمر ليست مجرد تلة عادية، هي عبارة عن ممر صاعد مبني. الأمر الثاني، هذه التلة عند انهيارها بسبب عاصفة ثلجية في عام 2004، السبب المباشر للانهيار كان العاصفة الثلجية، لكن السبب غير المباشر كان أن سلطات الاحتلال في الصيف السابق كانت قد وضعت مظلات وصبت لهذه المظلات أسس إسمنتية، رغم أنها تدرك أن التلة لا تستطيع أن تحتمل هذه الأحمال الثقيلة وأنها لم تحصل على حظ من الترميم على مدى 500 سنة، وبالتالي جلب هذه التلة للانهيار كان سياسة إسرائيلية. ما قدم أمام اليونسكو بدءا من عام 2007 وما بعدها مشروع إسرائيلي لبناء ممر حديدي واسع يصلح لمرور السيارات ويعيد تحويل نقطة اتصال التلة من أنها تصل باب المغاربة في سور المدينة بباب المغاربة في سور الأقصى لتصبح تصل ساحة البراق التي يصلي فيها الصهاينة عموما بباب المغاربة في سور الأقصى، بمعنى أن تصبح مدخلا رسميا للمقتحمين اليهود الأقصى. هذا كله قامت به الحكومة الإسرائيلية. اليوم جماعات الهيكل حينما تطالب هي تحاول أن تضفي على هذا التوجه الرسمي المستمر
مشروعية شعبية، أنه هذه مطالبة شعبية تجيب لها سلطات الاحتلال وضمن عملية ديمقراطية، لا أن هذا عدوان على أقدس مقدسات المسلمين يجري بشكل ممنهج ومخطط ومر على تخطيط له أكثر أو ما يوازي 20 سنة. المطلوب اليوم هو بناء هذا الجسر الذي سبق لسلطة الاحتلال أن قدمت مشروعه في 2007، أن تصبح أعداد اليهود القادرين على اقتحام المسجد الأقصى أضعاف العدد الحالي، أن يصبح هناك سهولة بمرور السيارات والمركبات الخاصة بشرطة الاحتلال إلى الأقصى لتجعل إفراغ الأقصى من المصلين وقمع المصلين في الأقصى عملية أسهل وبأدوات أكثر إحكاماً. وفي نفس الوقت هناك مطلب إضافي بزيادة أعداد من يدخلون في كل اقتحام، وأن تدخل مجموعات المقتحمين بشكل متزامن، وأن تفتح أمامهم ساعات الدخول لا تكون مقصورة على 5 ساعات يوميا بل تصبح تصل إلى 10 ساعات يوميا. وبالتالي هذا تصعيد متدرج للسقف يقرأ أن الفرصة اليوم مواتية إقليميا على الأقل، عفوا، ناحية الانتخابات الإسرائيلية التي تحتاج كتلة اليمين فيها حتى تنجح إلى أن تعدهم بشكل حقيقي بتغييرات في المسجد الأقصى. طيب سيد زياد، يعني هل يعني بناء على كلامك وكل من يتابع ما يجري في القدس وفي المسجد الأقصى، واضح أن استهداف هذا الباب وتلة المغاربة استهداف قديم يتجدد، وهناك حراك صهيوني باتجاه تنفيذ هذه المشاريع. هل هناك ارتباط بين هذا كله وبين أن المفاتيح لهذا الباب تحديدا ما زالت بأيدي الصهاينة، الحكومة الإسرائيلية، منذ عام 67، أم أنه لا ارتباط بينهما؟ طبعا بالتأكيد، يعني هذا هو المدخل المتاح لسلطات الاحتلال الصهيوني للأقصى، وهي تحاول أن تطور الاستفادة من هذا المدخل بكل الأدوات الممكنة. وبالمناسبة هناك مطلب إضافي لكن جرى الالتفات عنه، وهو تخصيص باب السلسلة ليصبح بابا موازيا، بمعنى أنه توسيع باب المغاربة سيرفع عدد الداخلين اليهود إلى المسجد الأقصى المقتحمين، وهذا سيجعلنا بحاجة إلى باب آخر للخروج، بحيث يعاد تخصيص باب السلسلة أيضا ليصبح بابا حصريا للمقتحمين اليهود. يعني بلغة أخرى، محاولة البناء على امتلاك هذه المفاتيح بشتى الأشكال واستثمارها وتوسيع إمكانات اقتحام الأقصى منها تتطلع في نفس الوقت إلى السيطرة على الباب المجاور والأقرب من جهة الشمال الذي هو باب السلسلة أيضا، والذي قد تم تكريس كونه مخرج للمقتحمين الصهاينة. اليوم مقتحمين يدخلون باب المغاربة ويخرجون باب السلسلة، ومعظم ما نشاهده من سجدات ملحمية على أبواب الأقصى وصلوات على أبواب الأقصى يتم عند باب السلسلة، لأنه محروس بنقطة الشرطة الموجودة في المدرسة التنكزية. نعم، طيب اسمح لي أعود إلى الدكتور عدنان. دكتور، يعني هذا البيان الجماعي لمؤسسات الإسلامية، وأنا أيضا خلال متابعة إعداد الحلقة فصائل فلسطينية، فصائل المقاومة أيضا يعني أصدرت بيانات بخصوص هذه الدعوة لتوسيع باب المغاربة. هل نحن بصدد استثارة همم الشعب الفلسطيني وربما الأمة من أجل الدفاع، من أجل الحيلولة دون هذه المخططات؟ وهل فعلا هناك وسيلة لمنع الإسرائيليين من تنفيذ هذه المخططات؟ الآن بعيدا عن الخطاب الرغائبي أو الأمنياتي، واضح أن هذه الردود أو التحذيرات الفلسطينية على اختلاف مسمياتها جاءت في إطار رد الفعل، هذا واضح. الإسرائيلي اليوم هو يمسك بمبادرة بزمام المبادرة في المسجد الأقصى تهويدا، صهينة، أسرالة، وإلغاء محاولة إلغاء المعالم الإسلامية والعربية والفلسطينية في لصالح التهويد والصهينة. الآن هل ليس من المعقول أنه عند كل أي خطوة إسرائيلية استيطانية تهويدية معينة نرد نحن كفلسطينيين أو كقوى عربية وإسلامية؟ هذا غير معقول، وإلا سيكون المسألة مقترنة بما يقوم به الإسرائيلي. الآن هل ستنجح هذه القوة أم لا؟ أنا أعتقد الأمور ليست بهذه السهولة. إذا ما المطلوب إذا ردة الفعل ليست هي الحل؟ ما المطلوب؟ أنا أعتقد أن هنا مسألة تتجاوز الأقصى، ليست تتكلم عن مسجد هامشي أو 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 معلم ديني على هامش الطريق. هذا أقدس مقدسات المسلمين في العالم الإسلامي كله، ولذلك الحديث عن ردود فعل، بيانات، تحذيرات، تهديدات من هنا وهناك
دون أن تكون لديها خطة حقيقية لحماية المسجد الأقصى وينحلون دون وضع حقائق على الطريق من قبل الإسرائيليين وفرض أمر واقع، أعتقد أن الأمر سيفوتنا بشكل أو بآخر. هناك بعيدة عن محاولة الثأر الصوتي أو الضجيج الصوتي الذي يخرج من بعض الهيئات أو المؤسسات، لابد أن تكون هناك خطة موحدة أمشي عليها. نعم الموضوع ليس بهذه السهولة، وليس هناك نوع من التوافق أصلا بين كل القوى العربية والإسلامية والفلسطينية حول هذا الموضوع، لكن المسألة تتجاوز كثيرا محاولة تسجيل موقف التاريخ أن أنا أصدرت بيان أو أصدرت تحذير أو تهديد، على اعتبار أن الإسرائيلي بكل مكوناته السياسية والحزبية حتى الأمنية والحكمية، هناك توافق أن هذا الوقت قد يكون المناسب، وهناك لحظة تاريخية لابد من اقتناصها تتعلق بتأجيل بإقامة الهيكل المزعوم على انقاض المسجد الأقصى، كما أن الثلاث المغاربة تم خوضها بفعل عاصفة ثلجية قبل سنوات، ربما نستيقظ على خبر ذات يوم بزلزال موضعي في المسجد الأقصى يهوي بهذا المسجد. هذا أمر واضح متوقع جدا، وحينها الإسرائيليون تكلموا قبل العقود عن هذه المخططات من شأنها أن تعجل بزوال أو بإسقاط المسجد الأقصى لصالح الهيكل. الانتظار كل ذلك بإصدار مواقف سياسية إعلامية بيانات، لا أعتقد هذا قد يكون كفيل بمنع الإسرائيليين من تحقيق أهدافهم. طيب سيد زياد، يعني بناء على هذا الكلام، يعني البعض يطالب بتشكيل جبهة قوية عربية إسلامية من أجل مواجهة هذه المخططات المتطرفة الإسرائيلية الشعبية منها والرسمية كما ذكرت أنت، يعني والتي تستهدف المسجد الأقصى وجودا وليس تقسيما. المسألة، هل تلك الدعوات لمثل هذه الجبهة تلقى صدى على المستويات الشعبية الفلسطينية ابتداء ثم العربية والإسلامية؟ يعني إذا أردنا أن نقول هل توجد جبهة تستجيب لما يحصل في المسجد الأقصى بالعموم بأسلوب رد الفعل أو محاولة منع تقدم الاحتلال، هذه الجبهة موجودة بشكل افتراضي بشكل شعبي بالممارسة، لكنها ليست موجودة على مستوى الخطة. ولذلك يعني أنا أتفق مع دكتور عدنان أنه نحن اليوم نعتمد على ردود الفعل التي تأخذ شكل رد الفعل الشعبي في الغالب، ورد الفعل هذا هو الوسيلة الوحيدة التي تمكنت حتى الآن من منع الاحتلال من تطبيق مشاريعه في الأقصى، لكن الاحتلال يعول على إمكانية الالتفاف عليها وتجاوزها. الأمر الثاني هو محاولة الوصول إلى خطة استراتيجية، لا شك أنه هذا هو الطريق المنطقي والمنهجي، لكن أنا أعتقد ضمن المعطيات التي متاحة بين يدينا أن تصعيد رد الفعل أمر أكثر موضوعية وأكثر إمكانية من دفع الفصائل الفلسطينية والقوى العربية والإسلامية على الاتفاق على خطة ولو بالحد الأدنى. هذا أمر أنا أظن أنه شكل من أشكال الطرف الفكري الذي لن يحصل، يعني هو في الحالة المنطقية والمنهجية يجب أن يكون هو وسيلة الفعل، لكن أمام حالة الشرذمة والتشتت والانشغال الداخلي وغياب البوصلة أنا لا أعتقد أنه هذا موجود، لأنه حتى الفصائل الفلسطينية المقاومة لا تملك استراتيجية واضحة للدفاع عن القدس، وهي تدخل أحيانا تحت وطأة الاجتهادات الحادة أو المتراجعة أحيانا، وهذا شاهدناه في رمضان، كان هناك تعليق كبير على ما حصل من ناحية علاقة التصعيد اللفظي الذي كان بالمقابل بتوريط المقاومة في غزة بأنها أصبحت مضطرة للتدخل العسكري، والحمد لله أنها لم تفعل. هذا يدل على غياب الاستراتيجية. اليوم الذي يدافع عن المسجد الأقصى هو الفعل الشعبي. أحسن وسيلة لتعظيم إمكانات الدفاع هو الاستثمار في المقاومة الشعبية، هو إيجاد تواصل مفتوح مع الشارع، هو دعم كل من يقف في وجه مخطط الصهيوني، هو منع الاستفراد بالمرابطين، وهذا كله لا يحصل، لا يوجد منهجية فلسطينية على مستوى فصائل المقاومة للتعامل مع المقاومة الشعبية، وإلا لما كنا في رمضان نشاهد أنه في أمام اقتحام الفصح الذي هو أعتى اقتحام جرى التحذير منه والحديث عن القرابين لمدة 5 أيام، نشاهد أنه عدد المعتكفين 80. لا، لو كان هناك تجيش حقيقي واستثمار في المقاومة الشعبية وتحرك بهذا الاتجاه لما كنا أمام هذه الحالة من الجفاف، ومن أن هناك نخبة قليلة هي التي تقف في وجه الاحتلال. نعم. في الأوقات الصعبة. اليوم إن كان هناك من حل فبدلا من البحث عن استراتيجية موحدة، هناك استراتيجية طرحت نفسها على الأرض، هي الاستثمار في أدوات المقاومة الشعبية وتفعيلها ومنع الاستفراد بها، لأنها كفيلة
على الأقل بمنع تصفية هوية المسجد الأقصى. طيب إذا اسمح لي أعود إلى الدكتور عدنان بموازاة حالة التي يطالب فيها أو يعني يعتبرها هي الحالة الوحيدة للدفاع عن هذه عن المقدسات وفي مواجهة هذه المخططات الصهيونية هي الحالة الشعبية الفلسطينية والمقاومة في الداخل. يعني أنا أعلم أن هناك حالة إحباط لدى الجمهور العربي وربما الإسلامي لأسباب عديدة متعلقة ذاتيا بتلك الدول ومشاكلها وربما بالوضع الفلسطيني، لكن هل يعني ذلك أننا نعفي هذه الدول الرسمية من مسؤوليتها تجاه ما يجري من المخططات، أم أنه يجب أن يكون هناك متابعة من قبل هذه الدول لمثل هذه المخططات ومنع، وخاصة على سبيل المثال المملكة الأردنية الهاشمية يعني عندها مسؤولية مباشرة عن المقدسات، أين دور الأردن في هذا؟ شوف، تحميل هذه الدول بشكل رسمي مسؤوليتها التاريخية والسياسية تجاه الأقصى شيء، ومدى قيامها بهذا الدور المنط بها شيء آخر. الآن بالعموم الدول العربية والإسلامية، الوصاية الأردنية، مؤسسة القدس في منظمة المؤتمر الإسلامي تبع المغرب، الدول العربية والإسلامية ذات البعد الديني كلها مسؤولة، لكن إلى أي حد هذه الدول تقدم مسألة حماية المسجد الأقصى وحماية أصالتها العربية والإسلامية على مصالحها الخاصة؟ هذا نقاش يبدو أن نتيجة معروفة مسبقا. هذه دول أصبح لها مصالح مرتبطة مع الاحتلال الإسرائيلي، مصالح أمنية سياسية اقتصادية، وبالكاد فقط تصدر بيان لوزارة الخارجية أو لهيئة المؤتمر الإسلامي أو الجامعة العربية فقط ذا الرماد في العيون دون أن يكون الأقصى حقيقة مدرج على أجندة هذه الدول. الأردن ودول أخرى لها علاقة مباشرة موضوع الأقصى، لا أظنها لديها تلك القدرة على أن تفشل علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي الاقتصادي والأمنية والسياسية بسبب الأقصى، مع كامل الاحترام والتقدير لهذا الدور. لكن على الأرض لا أظن أن الإسرائيليين كإسرائيليين يضع موضوع الدور الرسمي العربي بعمومه ضمن العقبات التي قد تعيق مخططات بتجاه الأقصى. هذا أمر واضح، احنا شهدنا في سنوات سابقة مخططات خطيرة وخطيرة جدا اكتفى منها الدور الرسمي العربي بعمومه ببيانات باستدعاء السفير في أقصى الدرجات، لكن على الأرض لا أظن ذلك. بالعكس هناك كان في تواطؤ واضح من قبل بعض الدول العربية ذات العلاقة بمسجد الأقصى في موضوع الحراس الأوقاف، موضوع تمكين المستوطنين من الاقتحامات، موضوع إحداث خلخلة في أوساط المرابطين في موضوع الصد للمستوطنين، وهذه أدوار لم تعد يعني إعلامية. على الأرض المرابطون يتكلمون أن بعض المندوبين بعض الموظفين في الأقصى التابعين للدول العربية بعينها شاركوا في إحباط توجهات لصد المستوطنين وبالتنسيق بصورة بأخرى مع الشرطة الإسرائيلية. هذا أمر لم يعد سرا، بالعكس يتكلم فيه المقدسيون بصورة علنية. طيب سيد زياد، يعني في هذا السياق في هذه النقطة تحديدا، هل أنت بمتابعتك تعتقد أنه ردود الفعل الضعيفة أو المعدومة عربيا رسميا هل هو ضعف وقلة حيلة أم هي تواطؤ كما أشار إليه الدكتور سيد زياد؟ الصفر في تأثيره. نعم أنا موجود معكم، لا أدري إن كنت تسمعني. تفضل أسمعك الآن. نعم، هذا النظام الرسمي العربي وصل إلى حالة الصفرية في تأثيره في القضية الفلسطينية أو شبه الصفرية، وهذه الصفرية سببها أنه وضع جميع أوراقه لدى الولايات المتحدة وأصبحت هي الراعي الرسمي لوجوده وبقائه. اليوم حينما تراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة والقدرة الأمريكية على مواصلة رعاية أنظمة المنطقة، فإن هذه الأنظمة ترى في الكيان الصهيوني البوابة لاستعادة هذه المظلة الأمريكية، وبالتالي باتت في موقع من يرى نفسه بحاجة للكيان الصهيوني لكي يستمر ويحافظ على الرعاية الخارجية بشكل واضح. وبالتالي هل يمكن اليوم النظر أو البحث عن إمكانية مواجهة أو على الأقل ردود فعل تحبط المساعي الإسرائيلية؟ الوقائع تقول لا. يعني الهجمة على المسجد الأقصى تتصاعد بشكل واضح جدا منذ عام 2010 بفرض التقسيم الزماني، و2013 بإحباط المعتكفين، 2015 التقسيم الزماني التام، و2017 البوابات، و2019 ما بالرحمة. هذه الفترة نفسها شهدت شهر عسل في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وقع خلالها اتفاق الغاز وأصبح الأردن يعتمد على الكيان الصهيوني في توريد الغاز في الحصول على الغاز لولد الكهرباء، وقع خلالها اتفاق المنطقة الحرة المشتركة، أصبحت خلالها ميناء حيفا بديلا أساسيا عن ميناء اللاذقية الذي أغلقته الأحداث في سوريا أمام الاستيراد الأردني والتصدير. أصبح في نفس الوقت حينما كان الأردن يريد أن يحل مشكلة البطالة، فأول ما فكر فيه هو الشراكة مع الاحتلال بالذهاب إلى تشغيل أردنيين في إيلات. اليوم الأرقام الإسرائيلية تحدث عن 2000 أردني يعملون في إيلات.
حينما فكر الأردن أيضا توسيع اعتماده على الطاقة المتجددة وتحلية المياه، فذهب إلى الارتباط بالكيان الصهيوني في هذه المشاريع رغم عدم حاجته إلى ذلك. نعم. باتفاق نعم. الماء مقابل الكهرباء. طيب، إذا كان كل هذا التصعيد في العلاقة وفي التوافق وفي التفاهم يجري في ظل أسوأ استهداف للأقوى، كيف يمكن بأي شكل الاحتلال أن يقرأ أي جدية في الدفاع عن الأقوى أو أن يحسب حسابا لهذا الموقف؟ هو يدرك في النهاية أنه هاي نقطة إحراج أردنية، لكنها لن تدفع الأردن بأي شكل من الأشكال حتى للتقليل من مدى تقدم علاقاته مع الاحتلال، فإذا لا داعي للنظر إليها. طيب، اسمح لي أعود إلى الدكتور زياد حتى نستكمل الصورة. يعني على مستوى الشعب الفلسطيني، المستوى الرسمي الفلسطيني، المستوى العربي، مستوى الشعب العربي والإسلامي، الآن على المستوى الدولي مثلا الشيخ رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب بطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة منظمة اليونسكو إضافة إلى صاحب الرعاية اللي هو الأردن وفقا لمطالباته بوضع هذه القضية على رأس سلم الأولويات للحيلولة دون تنفيذ هذه المخططات. طيب، السؤال هو يعني هل يمكن للبعد الدولي في ظل هذه الحالة المحلية والإقليمية الضعيفة أن يفعل شيئا؟ ثم لماذا تجنب سلهب الحديث عن مطالبة السلطة الفلسطينية لجعل هذا الموضوع هو رأس أولوياته؟ والله مع كامل احترامي هذه الدعوة الكريمة، لكن معقول أن يكون المجتمع الدولي أكثر ملكيا أكثر من ملك؟ يعني معقول المجتمع الدولي اليونسكو والأمم المتحدة ومنظمات الحقوق التراثية والدينية تدافع عن أقصى أكثر أصحاب الشأن الفلسطينيون والعرب والمسلمون؟ هذه الدعوة الحقيقة دعوة يعني لن تجد لها أذان صاغر ابتداء ثم توجه لغير جهات الاختصاص. يعني الدعوة الصح إلى المكان الخطأ، هناك من جهات أكثر حاجة وإلحاحا لمخاطرتها، الجهات الفلسطينية بشكل عام الرسمية والشعبية والمقاومة والدول العربية والإسلامية. عدا ذلك لن يكون المجتمع الدولي مشغول أصلا بصراعات دولية أقليمية متصاعدة وأزمات اقتصادية على مدار الساعة معنيا بأن يدافع عن الفلسطينيين في أقصاهم وقدسهم أكثر من الفلسطينيين والعرب أنفسهم. لكن أيضا يعني حتى ننهي الحلقة ببعض الإيجابية، يعني الفلسطينيون يعني هل يمكن أن يكونوا قادرين فعلا على الدفاع عن مقدساتهم وعن وطنهم لكي يتحرك العالم للدفاع عنهم ومساعدتهم؟ شوف، الفلسطينيين بشكل عام المستويات الرسمية والشعبية الميدانية والجماهيرية استطاع المرابطون في الأقصى في أكثر من هبة سابقة عشرات من الشبان والشابات أن يصدوا عدوان الاحتلال، لكن هذا بحاجة إلى دعم، إلى إسناد، إلى دعم الصمود الميداني والشعبي والجماهيري والمالي وكل هذه المعطيات. إذا استطاعت القوى الفلسطينية مجتمعة أن توفر الإسناد اللازم لهؤلاء المرابطين والمرابطات بالعشرات بالمئات من خلال يعني التوافد المرابطين من فلسطين داخل المحتل عام 48 من الضفة الغربية من أي منطقة أخرى، بإمكان أن يصدوا هذا العدوان الإسرائيلي. إلى أي حد نستطيع أن نشكل عقبة كأداء أمام أي اقتحام آخر للمستوطنين، أي تهويد آخر من خلال توسيع باب المغاربة أو إجراءات أخرى؟ هذا أمر كفيل يحسمه الميدان، والميدان الآن بيد المقدسيين نعم، لكنه بحاجة إلى أيضا إسناد ودعم من قبل قوى فلسطينية محلية وعربية إقليمية. أشكرك دكتور عدنان أبو عامر الخبير بالشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك الشكر موصول لك سيد زياد بحيص الخبير بالشؤون المقدسية، كان معنا عبر سكايب من عمان. ولكم مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير على المتابعة، وفي الختام نلفت انتباهكم أنه يمكنكم دوما متابعة البث المباشر لقناة الحوار على اليوتيوب، وكذلك التواصل معنا عبر منصاتنا الأخرى على السوشيال ميديا. في أمان الله.